بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنشكر اللجنة المؤتمر واللجنة المنظمة على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله بنبارك بنجاح المؤتمر. إحنا هنتكلم عن البلورال افيوجن نون مالجنانت بلورال افيوجن. يعني إحنا دايما بنتكلم عن المالجنانت افيوجن، بس النهاردة هنتكلم على البناين نون مالجنانت افيوجن. يعني ارز ما بناين افيوجن سيف، يعني از ات بناين از وي ثينك اور نوت. احنا هنتكلم عن نقطتين في المحاضره دي. النقطه الاولى هي الافيوجن، كل فيوجن من النون مالجنت فيوجن اسبابه، الدياجنوز بتاعه، بشخصه ازاي، انا لو قابلت حاله بلورال فيوجن في العياده بتعامل معاها ازاي. والنقطه الثانيه هنتكلم عليها تريتمنت، يعني ايه المانجمنت بتاع الحالات دي بعيدا عن المالجنسي. يعني اسباب الافيوجن زي ما احنا عارفينها، الترانزوديتيف افيوجن، الاسباب الكومن اللي هي الكاردياك رينال والهيباتيك، واسباب الاكزوديتيف افيوجن طبعا هتدور ما بين الموت كومن التي بي والفايرال والبراسيتيك والمالجنت وكل انواع الافيوجن هنتكلم عليها بالتفصيل. وبعد كده عندنا البايوثوركس الامبيما، وعندنا البايوثوركس، وبعد كده عندنا مجموعه الايديوباثيك بلورال افيوجن. يعني نبدا اول حاجه التوبكت فيوجن، ده من حاجات الكومن. يعني كل عيان بيقابلني عنده بلو فيوجن وخاصه لونج ايج لازم احطه في دماغي تي بي. العيان ده بيبقى عنده كوفو شيست تي بي. الحقيقه العيان ده بيبقى باين من دخلته في العياده، بيبقى عيان توكسيك، بيبقى عيان كشكتك، بيبقى عيان عنده راس اوف ويت، بيبقى عيان عنده فيفر. 85% من توبكت فيوجن معاه فيفر، 15% معوش. الافيوجن بتاع التي بي مش لازم يكون مايلد او مودريت، ممكن يبقى ساعات كتير قوي بيكون الافيوجن لارج. غالبا بيوني لاترال. لو انا بعرف اعمل شيست التراساوند في العياده وعملت شيست التراساوند، ممكن في بعض الحالات اشوف فاجيلي او اشوف بعض الادهيجنز او اشوف بعض بلورال نوديولز او بلورال ثيكنينج. ساعات بيبقى هيموراجيك، مش واضح ان انا لقيت هيموراجيك فيوجن يبقى لازم يكون مالجنت. يعني احنا في مقوله دايما بنقولها، تعلمناها وبنقولها دلوقتي، نوت افري هيموراجيك فيوجن از مالجنت فيوجن اند نوت افري مالجنت فيوجن از هيموراجيك فيوجن. مش كل عيان هيموراجيك فيوجن لازم يطلع مالجنت، لا، ممكن يبقى هيموراجيك يطلع تي بي، يطلع نمونيا، يطلع حاجه ثاني. ومش كل عيان مالجنت لازم يبقى هيموراجيك، ممكن يبقى مالجنت والافيوجن بتاعه سيرس او ما يكونش هيموراجيك. طبعا لو عملت البروتين عليه اكزيوديتيف، وطبعا لو عملت الازيون دي اماينيز بيسبورت الدياجنوز وليس اكسكلوسيف دياجنوز، فاحنا ما نعملش ازيون دي اماينيز للعيان اللي انا شاكك ان هو تي بي. الامبايما يعني ببساطه عندي باس في البلورال سبيس، يعني بلورال سبيس في باس، ده ببساطه شديده. يعني ايه امتى اشخص امبايما؟ لو عندي الجلوكوز قليل. الجلوكوز بيقل في الامبايما عشان البكتيريا والاورجانيزم بيعملوا كونسامشن الجلوكوز اللي موجود في الفيوجن. ال ال دي اتش بيبقى عالي اكتر من 1000، والبي اتش لو عملتها بلاقيها اقل من 7.2. هي احنا في القسم عندنا دلوقتي كل عيان بيجي شاكين ان هو امبايما بنعمل له بي اتش، بنعمل له جلوكوز عشان ناخد ديسيجن في العيان ده هيركب انتركوستال تيوب ولا هنعمل له اسبيريشن از ماتش از وي كود عن طريق الشيست التراساوند. فكل عيان شاكك انه امبايما اعمل له بي اتش، اعمل له جلوكوز، وعشان تاخد ديسيجن اذا كنت تبعته للكارديو ثوراسيك ولا انت اللي هتتعامل معاه عن طريق الاسبيريشن. مش لازم كل عينين الامبايما يبقى معاهم نمونيا، 50% من الامبايما ما يبقاش معاه نمونيا، يبقى اسمه برايمري امبايما، يعني ده عيان بريزنتد بالامبايما بس انفكشن اوف ذا بلورال سبيس وزاوت اسوشيتد نمونيا. روماتويد ارثرايتس فيري كومون. العيان بتاع الروماتويد الزميل استاذ الكولاجين بيبعت لك الحاله بيقول لك انا عندي العيان ده روماتويد متابع معايا ودلوقتي عنده بلورال افيوجن، فانت تعامل مع الافيوجن بتاعه. 5% من عيانين الروماتويد ارثرايتس بيجوا لهم بلورال افيوجن. الافيوجن هو الموست كومون مانيفستيشن اوف شيست ديس اوردر اللي بيحصل في عيان الروماتويد ارثرايتس. طبعا انا لو اخذت بايوبسي من العيان ده او عملت اسبيريشن او حبيت ان انا تو انفستيجيت عيان، هلاقي بعض النوديولز بتبقى فيري كاركترستيك نوديولز موجوده في الهيستوباثولوجي بتاع العيان ده، لان غالبا بسبب الافيوجن في العيانين دول بيبقى البريسيبيتيشن بتاع الميون كومبلكس في البلوره. غالبا الافيوجن بيبقى يونيلاترال، بايلاترال ده يعني مش كومن، ساعات بيبقى سيرس. برضو الحاجات المميزه قوي للروماتويد بلو افيوجن ان الجلوكوز بتاعه قليل، بيبقى اقل من 30. غالبا العيان بيبقى سيلف ليمتد افيوجن، ما بحتاجش ان انا اعمل اي انترفنشن في العيان ده، وغالبا العيان ده بيبقى ماشي على استرويد اصلا مع الكونسلتنت بتاع الكولاجين، فما بحتاجش ان انا اضيف علاج كتير للعيان ده، وهو بيبقى سيلف ليمتد وبيبقى ريزولفد مع التريتمنت بتاع الروماتويد نفسه.
السيستم جلوبس فيري كومن، يعني حوالي 50% من عيادين السيستم جلوبس بيجوا بالور ريفيوجن، ده رقم كبير. ممكن يبقى الفيرست بريزنتنج مانيفيستيشن في العيان، يعني العيان فيرست بريزنتيشن لحضرتك هو الايفيوجن بتاعه وهو ده الفيرست بريزنتيشن بتاع السيستم جلوبس، فانت هيجي لحضرتك هتسال على جوينت مانيفيستيشن هير لوس ديسكويد ليجنز، تطلب اللي ايه فاكتور ونطلب انتي دبل ستراندد يطلع معانا بوزيتيف يكمل طريقه مع الدكتور الكولاجين. الجلوكوز برضو بيبقى الجلوكوز بيبقى هنا عالي اكتر من 60، وطبعا لو عملت لوبس سيلز في الفيوجن بيطلع بوزيتيف. عيان الفيوجن اللي سببه اميبك ليفر ابسس ده برضو يعني بيتشاف بس مش كتير، وده فيري سمبل، يعني ده عيان بمجرد ما احنا بنعمل الابدون الترا ساوند اللي هو مين كومبلين بتاعته بتبقى ابدون البين، مش جايب الشيست كومبلين اساسا، جايب الفيفر وجايب رايت ابدون البين، بنطلب ابدون الترا ساوند او بنعمله بنلاقي على طول منظر الاميبك ليفر ابسس واضح جدا جدا في ابدون الترا ساوند. ريترو جريد هنلاقي معاه فيوجن، ولو سحبت الفيوجن ده بيبقى فيري كاركترستيك ان هو يبقى انكوفي صوص، يعني بيبقى لونه بني، بيبقى براون ديكولوريشن. طبعا التريتمنت في الحاله دي بيبقى تريتمنت اوف ذا اميبا. الهايدريتد، واحنا يعني مرينا بكذا حاله هايدريتد علينا في الفتره اللي فاتت، الهايدريتد بيبقى سببه اللارج بتاع الايكينوكوكس جرانولوزس. طبعا غالبا بيجي في لانج، لكن ممكن يجي في الفيشر، ممكن يجي في الميدياستاينا. ممكن اشوف بعض السكوليسيس وانا بعمل الترا ساوند، بشوف منظر السكوليسيس في الترا ساوند بيبقى منظر مميز جدا جدا. وطبعا الهايدات ده بيبقى دايجنوز بي سي تي، بلاقي مالتيبل هايداتد ساعات، يعني بنعالج العيان ده بالانتي هايداتد ميشرز اللي هو زي مجموعه فلوفرمات. وطبعا لو العيان ده دخل في كومبليكيشن زي نيموثوركس ساعتها بيتدخل الدكتور الكارديوثوراسيك الحاله، ولكن احنا بنحاول طبعا نوصل لغايه اخر لحظه بدون تدخل سيرجري في هذا العيان، لان اتس فيري ريسكي ديو تو ذا هايبر سنسيتيفيتي اوف ذا كوكس جرانولوزس، مجرد ان يدخل في البلاد ممكن عيان يموت ويحصل له فيتال ديس من الهايبر سنسيتيفيتي بتاعت السكوليوزس. البنكرياتايتس طبعا برضو بعد حالات البنكرياتايتس معاها فيوجن، العيان ده بيجي بابدومينال بين، الكاركترستيك بتاع البنكرياتايتس بيبقى كانوت لين فورورد وبيبقى فيري فيري اجونايزنج ابدومينال بين. الدكتور بتاع الميديسن انترنال ميديسن بيعمل السونار بتاعه بيشخص بنكرياتايتس، بيطلب اميليز، اميليز بيطلع عالي بالالافات، وهو بيعمل يلاقي بالور ريفيوجن. طب تعالى بتاع الشيست شوف لنا ايه حكايه الريفيوجن. الريفيوجن بتاع البنكرياتايتس بيبقى سيلف ليميتد، ما بيحتاجش اي انترفنشن مننا. التريتمنت بتاعه هو تريتمنت بتاع البنكرياتايتس برضه، يعني في كذا سيو ليه عيان بنكرياتايتس بيجيله بالور ريفيوجن. غالبا البنكرياتيك انزيمز نفسها اللي بتطلع بتعمل نوع من انواع الـ يعني اللايسيس، فبتؤدي للسمباثيك فيوجن، وساعات بيحصل ترانسفير للاسايتس اللي موجود في الابدومين الى الشيست. يعني هو بيبقى سيلف ليميت زي ما قلنا، بيبقى وان سايد في 60% ناحيه واحده بس، البي اتش بتاعته بتبقى 7.3 7.5. لو عملت اميليز في البلورال فلويد هيطلع بوزيتيف وهيطلع عالي، لو طلبت اميليز في البلورال فلويد هيطلع عالي. طبعا ده بيدجنوز مش مني، دجنوز من دكتور الانترنال ميديسن ان هو بنكرياتايتس. طيب عيان الهيباتايتس ده فيري فيري كومن، طبعا عيان الليفر سيروز وعيان الهيباتايتس بيجي عندنا بالورال فيوجن، ده عيان هيباتيك ومتابع مع دكتور الجي اي تي دكتور الليفر، والدكتور الليفر بيلاقي عنده فيوجن، وطبعا الفيوجن بيبقى كومن مع حالات الهيباتايتس وكومن مع حالات الليفر سيروزز، والتريبن بتاعه سيلف ليميتد نفس التريبن بتاع الهيباتايتس والليفر سيروز. الاسوفيشال برفوريشن ساعات بيحصل من بعض الزملاء بتوع جي اي تي اثناء الاندوسكوبي، بيحصل اسوفيشال برفوريشن. طيب يحصل ايه في الحاله دي؟ يحصل ان الكون عندنا بلور الفيوجن، الفيوجن ده بيبقى فيه سكويم سيلز، بيبقى في ساعات فيه فود باركلز، بيبقى مميز جدا شكله، ولو عملت بلور فلويد اميليز بلاقيه عالي. وطبعا اللي هيشخصه سي تي، هنعمل سي تي هنلاقي منظر اللي احنا شايفينه ده بتاع وجود الاسوفيشال برفوريشن والبلور فيوجن. طبعا التريتمنت هو التريتمنت بتاع الاسوفيشال برفوريشن. الكايلوثوركس بنقابل حالات الحقيقه كايلوثوركس مش قليله. يعني ايه كايلوثوركس؟ يعني الفلويد بتاعي كايل، يعني ده لمف، عباره عن لمف. طيب العيان ده بيبقى عنده كوف وديزنيا وشيست. طبعا اسباب الكايلوثوركس كومن، اشهر حاجه هي تروماتيك كوز اوف كايلوثوركس، عيان موتور كار اكسيدنت، عيان تعرض لاكسيدنت وديفلوب كايلوثوركس نتيجه للتير اللي حصل في الثوراسيك دكت. السايز بتاع كايلوثوركس يهمني في ان انا هتدخل او مش هتدخل. عشان اشخص كايلوثوركس لازم اعمل شويه تحاليل للبلور فلويد. هعمل ايه؟
هعمل كايلو مايكروز الاقي في كايلو مايكروز بوست في العيان ده، كوليسترول الاقيه قليل، الليمفوسايت عالي، وطبعا اهم حاجه ان بعمل ترايجر سترايد في البلولر فلويد واقارنه بسيرم ترايجر سترايد الاقيه اكتر من واحد. وانس ان انا لقيت الحاجات دي يبقى انا بتعامل مع كايلوسورت في الحاله دي. ميكس سندروم، ميكس سندروم ده عباره عن اوفيريان تيومر ادى الى حدوث اسايتس مع ليث بلورال انفيوجن. واحنا برضو مرينا بحالات ميكس سندروم. اول ما تلاقي فيميل بيشنت عندها اسايتس عندها بلورال انفيوجن على ناحيه واحده، فكر ان دي ممكن تكون ميكس سندروم. هنعمل ايه؟ هنبعتها تاني للدكتور بتاع جاينا نقول له لو سمحت دور على اوفيريان تيومر، دور على اوفيريان كانسر، شوف المشكله ايه. غالبا السبب بتاع الميكس سندروم بيبقى وجود اوفيريان تيومر. طبعا التريتمنت بتاعي بيبقى تريتمنت بتاع الاوفيريان تيومر نفسه عن طريق الانكولوجي. الراديو ثيرابي من الحاجات الكومن انها تؤدي الى فيوجن، بتؤدي الى راديشن بلورايتس. عيان اخذ راديو ثيرابي جه بريزنتد عندك لقيت عنده فيوجن، ممكن يكون السبب في الحاله دي راديو ثيرابي، وده بيبقى سيلف ليميتد وكميه قليل. السبب اللي بعد كده هو تراب دلانج. ساعات يبقى في تراب دلانج وعيان عنده تراب دلانج من سنه واتنين متشخص، بيجي يتابع معانا كل شويه ما يتابع نلاقي شويه افيوجن كده ولا بيزيده ولا بيقله. في الحاله دي الافيوجن ده بيبقى سيلف ليميتد، يبقى سببه تراب دلانج، ما بيحتاجش اي انترفنشن او ان انا اتدخل فيه. طبعا هارت فيلر از ا كومن كوز اوف افيوجن. برضو الزملاء بتوع الكارديولوجي عيان دخل في كونجستيف هارت فيلر وعمل له سونار لقى فيه افيوجن بعته لك. طب انت بتتعامل ازاي مع العيان ده؟ طبعا العيان الافيوجن اللي سببه كاردياك احنا ما بنحتاجش نعمل اسبيريشن، ده مجرد ان انت حضرتك تدي دايوريتكس يومين ثلاثه بجرعه دوز عاليه شويه هتلاقي الافيوجن ده حصل له ريزوليوشن على طول مع الدايوريتكس ثيرابي، ومفيش انديكيشن ان انا اتدخل فيه بالاسبيريشن. الليفر سيروزز برضو من الكومن كوزز، تقريبا 20% من عيين ليفر سيروز بديفلوب بلورال فيوجن و6% منهم بيكون ماسيف. وطبعا العينين دول بيبقوا بنتعامل معاهم ان احنا نتدخل بالالبومين واسبيريشن لو الفيوجن ده كميه كبيره وعامل ديزنيا. عيين اللي بيعمل بيرتونيز داليسيس ممكن يديفلوب فيوجن، بيبقى سيلف ليميتد، بيبقى كميه قليله وبرضو ما بتتدخلش فيه، وبيكون سببه في الحاله دي بروتينيل. في الحاله دي الفلويد بيبقى نفس الكونسيستنس بتاع الدايليه زيليت اللي هو بيعمل بيه الدايليسيس. يورينو ثوركس يعني ما شفناش اي حالات زي دي، ولكن هي يعني مكتوبه اكاديميكلي ان ممكن عيان اوبستراكت فيروباسي يحصل له ديفلوبت اوف يورين في بلوره. في الحاله دي طبعا بسحب الفلويد بيبقى ليه كاركترستيك سميل، ولو عملت الاناليسيس هلاقيه يورين. النفروتيك سندروم في حوالي 20% من العيانين بيديفلوب بلورال افيوجن. الفيرال انفكشن ممكن يعمل افيوجن، بيبقى سيلف ليميتد، بيبقى فيري سمول اماونت، كميه مش كبيره. بوست كارديك انجري بنشوف الحقيقه عيان عمل كبش، عيان عمل اوبن هارت، عيان عمل قسطره، وبعد كده ديفلوب بلورال افيوجن، والزميل بتاع كارديولوجي بعته لك قال لك وانت حضرتك لقيت افيوجن، ده بيبقى اسمه بوست كارديك انجري سندروم، ده بيبقى نتيجه الاميون ديس اوردر. وفي الحاله دي بندي ستيرويد من اسبوعين لاربع اسابيع بيحصل توتال ريزوليوشن بالبلورال افيوجن بعد الكبش. اتلتس ساعات اسباب الافيوجن بتبقى سيلف ليميتد. الاسبستوس، الناس اللي بتتعرض للاسبستوس زي العساكر بتوع المرور، الناس اللي بتشتغل في البوهيات في الدهانات، كل دول بيبقوا معرضين. اهم حاجه في العيان ده ان انا اكسكلود ان العيان الاسبستوس ده يكون عنده مالجنانت بلورال افيوجن، يعني عنده افيوجن اكسكلود ان هو يكون مالجنانت عن طريق ميديكال ثوراكوسكوبي او عن طريق بلورال بايوبسي. دايبيتس لو عمل افيوجن بيبقى غالبا عن طريق الكونجستيف هارت فيلر. برضه ما ننساش ان الهايبوثايرويديزم من اسباب الافيوجن، وفي الحاله دي بيبقى تريتمنت هو ثايرويد ريبليسمنت ثيرابي. المانجمنت يعني احنا عندنا دقيقه كده و20 ثانيه هنقوله بسرعه قوي. التاكوبورديزز طبعا مانجمنت اربع حاجات، يا اما التاكوبورديزز في الحالات اللي احنا بنتكلم على حالات الفيوجن البناين الريزيستنت اللي مش مستجيبه لكل تريتمنت، ده لازم نتدخل فيه بميكانيكال انترفنشن للفيوجن. يا اما هعمل له تاكوبورديزز عن طريق السراكو، يا اما هركب اثاره اندويلنج بلورال كاستر، يا اما في اذر ايجنتس بتدخل بيها. الكربوديزز انا بستخدم الميديكال ثوراكو، بعمل بروديزز عن طريق 5 جرام تالك، وده موصوف في حالات البناين افيوجن، وفي بيبرز نشرت على السكسسفول تالكوبورديزز في عينين النون ميديكال بلور افيوجن. الطريقه الفيري كومن دلوقتي واللي هي موجوده على الساحه هي الاند ويلنج بلور كاسر. عيان افيوجن نتيجه لكل الاسباب اللي احنا قلناها، رينال كاردياك روماتويد سيستميك لوبس، مش مستجيب، ادينا ستيرويد وادينا تريبن بتاع البرايمري كونديشن وما استجبش. ركب له قسطر، احنا بنركب عندنا الاند ويلنج بلور كاستر، دي عباره عن قسطر اسمها بلوريكس كاستر، بتبقى سيليكون 24 سم، بنركبها عند لوكال انستيزيا، بنعمل لها تانل جوه السكن،
جزء جوه البلوره والجزء الثاني فاتح من بره. العيان بنعلمه ازاي كل يوم صبح بيفضي الفيوجن ده عن طريق قسطره ليها فالف بيتفتح ويقفل. بنعملها في ديزنيك بيشن، بنعملها في لازم العيان يكون عنده سترونج فاميلي سبورت. في العيان اللي عنده سترونج فاميلي سبورت، لان الموضوع ده هيحتاج يعني سوشيال كوبريشن. البيبرز اتنشر كتير في موضوع الاندويلنج بلورا كاستر في عينين البلاين افيوجن، وقالوا ان هي فيري سكسسفول واي تو تريتمنت اوف ذيس بيشنتس. دي بيبر ثانيه برضه على استخدام بلورا كاستر في عينين الافيوجن بلاين افيوجن. احنا هنا بنتكلم على بلاين مش على الملك، يعني انا من حقي اركب اندويلنج بلورا كاستر لو العين ده عنده بلاين افيوجن مش مستجيب لباقي العلاج اللي هو المفروض يستجيب عليه. برضه دي بيبر ثانيه اتكلمت ان هي فيري سكسسفول تريتمنت اوبشن في العينين دول. نفس الكلام استخدام البلورا كاستر كان فيري سكسسفول في عينين البناين نون ماجنت بلورا فيوجن. في مجموعه في اذر ايجنتس استخدموها زي البيفا بيفانسيزوماب، دي برضو من البيبرز اللي اتنشرت على استخدامها في البناين فيوجن. حاجات اذرز بقى يعني زي ما احنا بنتعامل مع الماليجنت فيوجن البلوريكومي، وطبعا الجين سبب دي حاجه في المستقبل اللي هو مسج يعني ان احنا بنتريتمنت اوف اندرلاين كوز، ولو فشلنا بنعمل الاند ويلنج كاستر او السراكو. ثانك يو فيري ماتش.